مرحبا بكم. لعل من أشهر أبيات الشعر في العصر الحديث قول أمير الشعراء أحمد شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولعل السبب الأساسي في شهرة هذا البيت أنه يقرر حقيقة هي زبدة الخبرة والمعرفة، وهي حكمة، وهي مثل أعلى يتطلع إلى الخير ويتطلع إلى رفع شأن الأمم، ويجعل من الأخلاق الكريمة أساسا للنهضة، ويجعل ما يتردد في أذهان الناس في قالب شعري جميل. فكم من قائل إن الأخلاق تبني الأمم، وكم من قائل إن الأخلاق الكريمة لازمة للأمة، وكم من قائل مرددا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وسوف نرى أن درر الشعر العربي قد خلدت الأخلاق القويمة، ورفعت من شأن الصفات الجليلة التي يحسن توفرها في الناس، ويجدر بالناس التمسك بها والحفاظ عليها والاستفادة منها. ولعل الهيكل أو الجوهر للأخلاق حب الخير المطلق، حب الخير والبر وعمل المعروف مع الناس. فللبر والخير وللمعروف في الشعر العربي مكان لائق لا يستهان به. ومن أبيات الشعر في هذا الباب ما كانت في الواقع في منتهى السهولة والعذوبة تكاد